اوكي، صباح الخير عليكم. احنا بنكمل الكورس الاندوكرينولوجي بالبنكرياتيك هرمونز، وبنتكلم على اورجن كونسيدر تو بي وان اوف ذا فيري امبورتنت اورجن في جسمك هو البنكرياس. والميزه او الخاصيه اللي ربنا حطها في البنكرياس، it is a mixed gland، يعني عنده part of the gland is exocrine وpart of the gland is endocrine. وطبعا لو انتوا فاكرين احنا فرقنا ما بين الاكزوكراين والاندوكراين من اول محاضره، mainly الاكزوكراين secrete enzymes، وده اكيد كنا تعرضنا له من سنه اولى في بيولوجي 1، ان الدايجستيف جوز في البنكرياتيك انزيمز. خلاص، والاندوكراين بارت هو خاص بالهرمونز وسكريت هرمونز، اشهرهم هو الانسولين، ده اللي هنتكلم عليه النهارده، وتاني اشهر هرمون هو الجلوكاجون. خلي بالكم ان الجزء الاكبر من البنكرياس هو الاكزوكراين بارت، والجزء الاصغر هو الاندوكراين بارت. هنلاقي مكان البنكرياس زي ما انتم شايفين هو المكان في لفة الديودينم، في لفة الديودينم بتاعت الانتستين، اوكي؟ تحت الليفر على طول وجنب الاستومك. اتفقنا ان الاكزوكراين تيشو هو زي ما انتم شايفين في الصورة، الاكزوكراين شكله زي جريب لايك ستراكشر، جريب لايك ستراكشر، خلاص؟ بيكون حاجة اسمها اسايناي، بيكون اسايناي. خلاص، والاساينا ستراكشر ده عشان تبقى فور، عشان تبقى فاهم، هو عباره شكله عباره عن ساك، الساك دي لايند بسيلز، والسيلز سكريت ذا بانكرياتيك جوس انسايد دي داكت، وعشان كده اسمها اكزوكراين. اما الاندوكراين تيشو، خلاص، ده عباره عن ايلاندز جوه البنكرياس، خلاص، ودي سميت نسبه للعالم او الواحد عمل لها كاركترايزيشن فتسمت على اسمه، اسمها ايلتس اوف لانجرهانس، وتمثل من 1 ل 2% of the pancreatic tissue، يعني كل الاندوكراين تيشو ده يمثل ماكسيمم 2% of the pancreatic tissue اللي بيطلع الانسولين، وهرمون مهم قوي في جسمنا، اللي بيمثل حوالي 1 to 2 مليون islets of Langerhans موجوده في كل بنكرياس عند كل واحد فينا. خلي بالك ان لو جينا بصينا شويه عنده into the structure diagram، ده بيوضح لك ايه؟ ان عندك فور الاندوكراين تيشو عنده فور تايبس اوف سيلز، اي بي دي اف، او الفا سيل، بيتا سيلز، دلتا سيلز، بي بي سيلز. هنكتشف ان اكتر كميه خلايا موجوده هي البيتا سيلز، هي البيتا سيلز 60% من الخلايا، ودي بتفرز تو هرمونز ميجرلي، الانسولين وهرمون تاني اسمه امايلين. تاني خلايا طبعا هي الهرمون الانتاجونيستيك بالنسبه للانسولين اللي هو من الالفا سيلز، اللي هو يمثل ربع الاندوكراين تيشو، وده بيفرز الجلوكاجون. This is followed by the delta cells which represent 10%، وده secreting الصوماتوستاتين. هنلاقي ان البي بي سيلز، البي بي سيلز ده اتسمت بي بي سيلز ليه، او اف سيلز، البي بي لانها بتفرز حاجه اسمها بانكرياتيك بوليبيبتايد. لو بصينا للرسمه هنلاقي الاكزوكراين ده اللي ما يهمناش هنا في القصه بتاعتنا، الاكزوكراين هتلاقيه سراوندينج الاسايناي. خلاص، طب الاسايناي هنا عندك كل الاسايناي فيها الالفا سيلز، فيها البيتا سيلز، فيها الدلتا سيلز، وفيها الاف سيلز، وده دايجراماتيك ستراكشر بيوضح لك الديفرنت تايب اوف سيلز within the endocrine اسايناي. هنيجي يعني نبص بيلعب على ايه البنكرياس؟ مين اللي بيشتغل على الاندوكراين فانكشن بتاعته؟ مين اللي بيشتغل على البلاد شوجر ليفل؟ خلاص؟ فانت عندك جنرالي البلاد جلوكوز، عندك الفاكتورز يا اما تتحكم ان هي تو انكريز ذا بلاد جلوكوز اور ديكريز ذا بلاد جلوكوز تو دي ايم تو كنترول ذا بلاد شوجر ليفل. خلاص؟ اكيد اللي بيعمل انكريزنج البلاد جلوكوز عمليه الابزوربشن للجلوكوز من الدايجستيف تراكت، واكيد اللي بيعمل انكريز للبلاد جلوكوز الجلوكوز اللي بيطلع من الليفر. ولو انتوا فاكرين الليفر يعتبر ميجر اورجن للستورج بتاع الجلايكوجين، فكل ما الجلايكوجين يتكسر، ده كل ما يتكسر الجلايكوجين ده بيرليز جلوكوز، يعني مش بيتكسر، يعني بيتحول الجلايكوجين الى جلوكوز، والجلوكوز ريليزد ان ذا بلاد ريز ذا بلاد ايه جلوكوز ليفل. كذلك to the aim of regulation and to the homeostasis for the blood sugar level عندنا factors that decrease the blood glucose. أكيد سحب الجلوكوز من الدم وتخزينه في التيشوز ده بيقلل البلود جلوكوز ليفل. أكيد استخدام الجلوكوز واستخدامه في الانرجي برودكشن وفورميشن اوف اي تي بي
ده بيقلل من الجلوكوز اللي موجود في الدم. من احد الفاكتورز الاخرى اللي بتقلل البلاد شوجر ليفل هو اللي عملية الاكسكريشن للجلوكوز من اليورين، وده اكيد كلنا عارفين عمليه الاكسكريشن، لان ده خلي بالك ان الجلوكوز ده يعتبر مولكيول مهم، مولكيول مهم في جسمك لانه بتستخدم منه الطاقه. فعمليه الاكسكريشن هيفلي للجلوكوز في اليورين ده دلاله ان في اب نورمال بيهيفير خلاص. وده بيحصل لما الجلوكوز ليفل بيبقى سو هاي للبلاد ان هو بيكون اكتر من الري ابسوربشن كاباسيتي بتاع الكيدني during اليورين فورميشن. لو انت فاكر كنا الكلام ده قلناه حتى في بيولوجي 2 من زمان قوي في سنه اولى، قلنا ان الكيدني في عمليه تكوين اليورين بعد ما بتعمل كل الكلام ده كله بتعمل عمليه اسمها ري ابسوربشن. خلاص الري ابسوربشن ان هي بتاخد بتسحب من اليورين اللي نازل some valuable molecules including الجلوكوز. فلو threshold level او الكاباسيتي بتاعت الكيدني كمية الجلوكوز بقت أكتر كتير من هذه الكباستي بيحصل له ريليز في اليورين. طب الانسولين كاستراكشر خلاص أكيد كلنا متفقين one of the most important hormones خلاص، وده اللي بيساعد على إزاي بنستخدم الفيولز باي تيشوز. لو جسمنا عايز فيول أو مش محتاج فيه بيعمل هوميوستيزس، بيعمل ريجوليشن. طيب اكيد الافكت بتاع الانسولين هو انابوليك خلاص، هو انابوليك مش كاتابوليك، لانه بيعمل سينثيسيس للجلايكوجين، ترايجليسرولز اند بروتينز. طب الانسولين نفسه بيكون من ايه؟ قال لك بيكون ميجرلي اوف تو بيبتايد، بيبتايد اي اند بيبتايد بي. بيبتايد اي اند بيبتايد بي لينكد توجذر باي، لو انتوا شايفين كده، تو سلفايد بوند. ادي بيبتايد بي ماسكه مع بيبتايد ايه بسلفايد بوند، وادي بيبتايد بي ماسكه مع بيبتايد ايه بسلفايد بوند. هنلاحظ كمان ان تشين ايه عندها اتس اون داي سلفايد بوند خلاص، موجوده في التشين ايه. مهم قوي تبقى فاهم ان تشين بي بيكون من 30 امينو اسيدز وتشين ايه بيكون من 21 امينو اسيد، وده الاستراكشر بتاع الانسولين. في حد عنده أي سؤال لغاية دلوقتي؟ أوكي. لازم تبقى فاهم إن الأنسولين لما بيحصل له سكريشن في الدم هو مش سكريشن ثابت وكونتينيوس، لا في أوسيليشن، يعني بيزيد ويقل بيزيد ويقل within a period of 3 to 6 time. بيحصل زي دفعات من الانسولين ريليز خلاص، وهذا الاوسيليشن وهذا التمرجح او الاختلاف في الريت اوف سكريشن مهم قوي 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 للناس اللي بتاخد ميديكيشن انسولين، ان عندها مشاكل الدايابيتس مهم قوي لما بتاخد الانسولين از تريتمنت تراعي هذا الاوسيليشن، تراعي هذا الاوسيليشن. يعني ما ينفعش اخد وقت المفروض انسولين ان هو يبقى اوسيليتد نورمالي، لازم مراعاه. فلو بصينا للفيجر اللي قدامنا هنكتشف ان ده الليفل بتاع البلاد جلوكوز لما يبقى واطي at the night time الانسولين ليفل قليل، وانس بدأنا البريكفاست فنظريا الجلوكوز ليفل بيعلى، فاوريدي الانسولين بيشوت هاي عشان يكوب with the جلوكوز. بنيجي ننزل تاني الانسولين لغاية اللانش تايم بيبدأ يعلى الجلوكوز، بيقابله كذلك علاوه في الانسولين عند السابر هنلاقي نفس القصه، اول ما ناكل بيعلى الانسولين مع الهاي ليفل اوف جلوكوز. فواضح ان في، خلي بالكم الرسمه اللي قدامنا دي في رسمه نون دايابيتيك نورمال وخلال 24 ساعه، يبقى الانسولين اوسيليتس اكوردنج تو ذا ليفل اوف ذا جلوكوز ان ذا بلاد. مهم قوي تبقى فاهم ان الانسولين بيفضل سكريتد، هو عمره ما بيحصل له شاتنج داون، لان هو يعتبر من ضمن الهاوس كيبنج جينز، لازم يفضل في دمك، استحاله يبقى زيرو ليفلز ات اني تايم. طب ازاي بيتصنع الانسولين خلاص، ازاي بيتصنع الانسولين؟ قال لك الانسولين كاي هرمون بيبدا بهرمون اسمه ايه،
بيبدا من جين. خلي بالك الانسولين في الاصل هو بروتين، اتفقنا ان هو تو تشين، تشين اي وتشين بي. الانسولين جين اللي موجود في البيتا سيلز بيحصل له ترانسكريبشن انتو ماسنجر ار ان اي، اللي بعد كده بيحصل له ترانزليشن خلاص لوان سنجل تشين اسمها برو انسولين، وده البريكورزر، ده البريكورزر للهرمون الانسولين. وزي ما انتم شايفين ادي الوان سنجل تشين اللي هي بري برو انسولين، بتتكون من تشين اي لينكت بالسي تشين تو تشين بي، وعندها جزء اكستنشن كده هنعرف فايدته ايه اسمه سيجنال بيبتايد، يبقى ده البري برو هرمون. خلاص هذا البري برو هرمون عنده سيجنال بيبتايد عشان ياخده تو دي انتيرير اوف دي راف اندوبلازميك ريتيكولم. خلاص بيحصل له ايه في الراف اندوبلازميك ريتيكولم؟ بيحصل كليفج للسنجل بيبتايد دي، بتتكسر. ده الاختلاف الوحيد اللي بيحول البري برو انسولين انتو برو انسولين. اذا البرو انسولين عنده تو موديفيكيشنز بيحصلوا، كليفج of the signal peptide خلاص، وفورميشن لو انتوا خدتوا بالكم فورميشن of the A two disulfide bonds between chain A and chain B. اوكي خلاص بعد كده بيحصل له ترانسبورت تو ذا جولجي apparatus، وفي الجولجي apparatus خلاص عمليه الكسر الكامله بتتم، بتفصل السي تشين زي ما انتوا شايفين، وبتصبح عندي بس التو تشينز A and beta bound together by the disulfide bonds. واكيد الجولجي ابريتس زي ما احنا اتفقنا من زمان بيعمل سورتنج وبيعمل باكجينج للبرودكت اللي موجود جوه الجولجي ابريتس، وبعد ما بيعمل له باكجينج بيعمل له ريليز انتو دي بلاد، وبالتالي بيتكون الانسولين اند ريليز ان ذا بلاد وانس البلاد شوجر ليفل از هاي. يبقى تاني بنقول في الجولجي ابريتس عندنا تو انزيمز بيشتغلوا على البرو انسولين. التو انزيمز ايه هم؟ عندك اندوبيبتيديز بيقطع السي تشين، عشان كده اسمها اندو تقطع السي تشين، وعندك اكزوبروتييز بيقطع السي بيبتايد اللي موجوده دي، او السيجنال بيبتايد سوري اللي موجوده دي. خلاص فبيحول البرو انسولين انتو انسولين انتو انسولين، يبقى عندي البرودكت اللي طالع الانسولين، وطبعا السي بيبتايد اللي موجوده دي او السي تشين اتسمت سي اختصارا لكلمه كونكتنج بيبتايد، لانها في الاصل بتوصل تشين اي مع تشين بي. نشوف الكلام ده اكشلي دايجراماتيك سكتش. احنا بنبدا ادي الجين اللي عندنا يحصل له ترانسكريبشن، بيروح على الماسنجر ار ان اي، مسنجر ار ان اي بيروح يحصل له ترانسكريبشن في الترانزليشن في الراف اندوبلازميك ريتيكولم، بعد كده بيهاجر عند الجولجي ابريتس، البرو انسولين ترانسبورتد انتو جولجي ابريتس. خلاص هذا البرو انسولين بيحصل له كليفج للكليفج ويتكون انسولين وسي بيبتايد، يبدا هذا الانسولين والسي بيبتايد ده يتحول في سيكريتري جرانيولز، وبيحصل له ريليز تو ذا اوتسايد باي ذا هيلب اوف كورس اوف كالسيوم that it is internalized. مهم قوي تبقى فاهم ان الجلوكوز انتري نتيجة، طبعا لما الانسولين بيحصل له ريليس في الدم ده بيساعد على الجلوكوز انتري في الخلايا، خلاص ده بيعمل اكتيفيشن للبي اي 3 كاينيز باسوي اند ايرك كاينيز باسوي، اللي بيساعد على الاكتيفيشن اوف ترانسكريبشن فاكتورز، بتساعد اكتر على الترانسكريبشن اوف مور انسولين. وده ده بيأكد لنا الكلام اللي احنا كنا بنقوله من زمان، ان ربنا حط نيجاتيف يعني ريجوليشن فيدباكس عشان تساعد ان السيجنال تشتغل وقت ما تشتغل، وتقف وقت ما تشتغل، وتقف وقت ما خلصت الفانكشن. احنا بنكتشف ايه؟ الجلوكوز عالي في الدم، طلع الانسولين، فالجلوكوز عمال يخش جوه الخلايا. دخول الجلوكوز جوه الخلايا السيجنالينج باث واي بيخليه يعمل اكتيفيشن لترانسكريبشن فاكتورز، بتساعد على الترانسكريبشن للانسولين جين. طيب
امتى الباث واي ده بيحصل له شاتنج داون؟ لما كميه الجلوكوز اللي بتخش بتقل. هي بتخش عن طريق ترانسبورتر اسمه جلوت 2 او جلوكوز ترانسبورتر. وانس الجلوكوز دخوله الخلايا قل فبيحصل شاتنج داون للاكتيفيشن، فكميه الانسولين بتقل. طب امتى الجلوكوز كميته بتخش كميه دخوله للخلايا بتقل؟ لما خلاص البلاد شوجر ليفل بقى وصل للنورمال ليفل في الدم، فكميه الجلوكوز اللي بتخش بتقل فبتقلل السيجنال، فنو مور انسولين جين ترانسكرايبد، نو مور انسولين جي انسولين بروتين ار ريليزد. هو ده ريجوليشن. طبعا اكيد ان دخول الجلوكوز كمان ممكن يخش في السايكل بتاعه الحرق الجلايكوليسيس عشان اطلع اي تي بي بالقصه بتاعتنا الطبيعيه عشان نرجع الليفل بتاعت الاي تي بي في الخلايا. لو هي دي نفس الرسمه بنشوف القصه، بنبدا في الاول الجينز كودنج فور انسولين بيحصل لها ترانسكريبشن. هذا الماسنجر ار ان اي اللي فيه السيجنال بيبتايد الكودنج سيجنال بيبتايد اهو موجود قدامنا، خلاص بيحصل له كودنج بيحصل له ترانسكريبشن زي ما احنا شايفين هنا اهو حصل له ترانسكريبشن على الرف اندوبلازميك ريتيكلم خلاص. وبعدين المرحله الثانيه ان هو بيحصل له هذا السيجنال بيبتايد بيحصل له يروح ناحيه الجولجي اباريتس او هذا البرو انسولين يروح ناحيه الجولجي اباريتس يحصل له كليفج انتو دي فانكشنال انسولين اند ذا سي بيبتايد اللي بيتحول الى زي ما قلنا بيحصل له ريليس اهو المنظر اللي قدامنا اهو خلاص سي بيبتايد وانسولين الكلام اللي قلناه خلاص. عشان كده من احد الطرق كمان ان احنا نقيس كميه الانسولين في الدم ان نقيس كميه السي بيبتايد. يعني انا دلوقتي لو عندي كيت بتقيس كميه السي بيبتايد في الدم هقدر اعرف كميه الانسولين كذلك. في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي يا شباب؟ اوكي طيب بنتكلم بقى عن الكنترول اوف انسولين سيكريشن او ايه اللي بيعمل استيميليشن للانسولين سيكريشن. اول حاجه اكيد هي الاليفيتد بلاد شوجر ليفل خلاص، هو ده السيجنال اللي بينكريز على اساسه الانسولين سيكريشن. اي اليفيشن في الجلوكوز مش بس بيعمل انسولين بيساعد على الانسولين سيكريشن بات هو اللي بيعمل بروفوكينج اكتر ان يحصل ترانسكريبشن للانسولين جين او اكتيفيتس الترانسكريبشن مور، لان احنا اتفقنا ان الانسولين ترانسكريبشن هو عمليه هاوس كيبنج يعني شغال على طول، لكن وجود البلاد شوجر ليفل او جلوكوز ليفل في الدم عالي بيعمل اكتيفيشن لمور انسولين جين تو بي ترانسكرايبد اند ترانسليتد انتو انسولين هرمون. اكيد بعض النيورال ستيمولاي بتزود البلاد الجلوكوز خلاص of other fuel molecules زي الامينو اسيد اند فاتي اسيدز، كل دول بيزودوا من الانسولين ايه سيكريشن. اكيد بعض الجاسترو انتستينال هرمون زي الانتستينال بيبتايد السيكريتين ستيمولييت انسولين سيكريشن. الطبيعي انت بتاكل والاكل داخل فبيبدا الانتستينال بيبتايد السيكريتين بيحضر الجسم لان اكيد داخل له جلوكوز او امينو اسيدز او فاتي اسيدز، فمهم قوي بيحضر الجسم ان يزود من الانسولين سيكريشن عشان في جلوكوز داخل له عن طريق الاكل، فعشان كده في انفولفمنت للجاسترو انتستينال هرمون. ومنأكد الكلام ده ان ذيس هرمون بيحصل لها ريليز افتر انجشن اوف فود خلاص، بيعملوا رايز في الانسولين ليفل في البورتال فين هيباتيك بورتال فين خلاص قبل الرايز للبلاد شوجر ليفل في الجنرال سيركيليشن بتاعت الدم، لان انتوا عارفين من حكمه ربنا ان الاكل اللي بيخش في الانتستين الاكل اللي بيخش في الانتستين بيحصل ابزوربشن للجلوكوز والامينو اسيدز والحاجات دي كلها انتو ذا بلاد. بس مهم قوي تبقوا فاهمين ان ابزوربشن انتو ذا بلاد لازم يخش جوه الليفر الاول عن طريق الهيباتيك بورتال فين قبل ما بيروح للجنرال سيركيليشن. فهنا بيقول لك ايه ان الرايز في الانسولين الرايز انسولين ليفل بيبقى في البورتال فين بيفور الاكشوال رايز في البلاد جلوكوز. طب ايه اللي بيعمل انهيبيشن للانسولين سيكريشن؟ اكيد العمليه العكسيه
ان هي ايه؟ ان الريليز بتاع الانسولين خلاص انريز لما بيحصل له ديكريز، اكيد لما يبقى في شورتج في الفيولز اللي بتستخدمنا، اكيد لما يبقى كميه الجلوكوز اللي بتخش اللي موجوده في الدم قليله، وده ممكن ينتج كمان نتيجه لان ما بتاكلش كويس، الدايتري فود او الفيولز اللي انت بتاخدها في جسمك قليله، او during the period of trauma. والافكتس ده ميديتد برايمري باي ايه؟ ايبينفرين او الادرينالين اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت. المهم خلي بالكم ان الادرينالين من احد الفانكشن بتاعته ان هو بيحرق الجلوكوز خلاص، وده سيكريتد من الادرينال ميدالا ان ريسبونس. طبعا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، ستريس والاكستريم اكسرسايز والتروما وكل حاجه والفرايت والفلايت وكل الكلام ده، ده بيؤدي لحرق الجلوكوز، فبالتالي بي ايه لما يحرق الجلوكوز اكيد هيوقف من الانسولين سيكريشن لان ما فيش حاجه له دلوقتي. من الهرمونز الثانيه اللي بتعمل انهبيتنج للانسولين سيكريشن هو الجرالين هرمون، وده ستومك هرمون، ده بيطلع من الاستومك. طيب بنتكلم على الفيسيولوجيكال افكت والميكانيزم اوف اكشن والريسبتور اللي بيساعد على الاكشن ده. جنرالي زي ما انتم شايفين احنا عندنا ريسبتور اللي اسمه انسولين ريسبتور، زي ما انتم شايفين بيتكون من اتنين سب يونت، ايتش سب يونت عنده الفا صغيره اند بيتا سب يونت كبيره. الفرق الواضح ما بين الالفا والبيتا سب يونت ان البيتا سب يونت دي عندها جزء اكسترا سيلر وعندها جزء انترا سيلر، لكن الالفا سب يونت موجوده بره بس، وهي دي اللي responsible to bind to the insulin السيجنال. فوانس السيجنال bound to the receptor بيحصل دايما نفس الحاجه اللي بتحصل، بيحصل dimerization، بيحصل اوتو فوسفوريليشن، ده بيؤدي ان السيجنال جوه الخليه الكينيز got phosphorylated وبيكمل السيجنال جوه الخليه خلاص. اكيد مهم قوي تبقى فاهم ان المين تارجت اوف انسولين، المين تارجت هم ثلاثه تيشوز مهمين جدا، اولهم الليفر، ثانيهم الماسل، ثالثهم الاديبوز تيشو. ثلاثة تيشوز او ثلاث انواع من الانسجة خلاص لازم محتاجة require membrane glucose، يعني with the exception of brain, liver and erythrocytes، الثلاثة دول do not need any glucose carriers. with the exception، يعني ايه with the exception؟ يعني معظم التيشوز اللي بيخش لها جلوكوز هي محتاجه كارير، ما عدا الاريثروسايتس، ما عدا البرين، ما عدا الليفر خلاص. وزي ما اتفقنا الانسيو ريسبتور بيتكون من 2 الفا سب يونتس اند 2 بيتا سب يونتس ماسكين ببعض بداي سلفايد بونز، واتفقنا ان الالفا سب يونت از اكسترا سيلر بس وهي اللي باوند مع الانسولين خلاص، لكن البيتا تشين بتعدي ثرو ذا بلازما ممبرين. واكيد اتفقنا ان مدال بيحصل اوتو فوسفوريليشن لهذا الريسبتور يبقى الريسبتور ده من الكاتيجوري اللي هم تايروسين كاينيزز خلاص. اكيد التايروسين كاينيزز احنا عارفين الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل ترانسفيرنج فوسفيت، بتاخد فوسفيت من الاي تي بي وتنقلها على تارجت بروتين، واكيد اتفقنا على موضوع الاوتو فوسفوريليشن اوف ذا ريسبتور نتيجه للبايندينج اوف ذا انسولين تو ذا ريسبتور، وهذا الاكتيفيتد ريسبتور بيعمل انترن اكتيفيت انتراسيلولار بروتينز باي فوسفوريليشن. شباب في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اوكي يبقى اتفقنا نكمل الشغل. الايفكت بتاع الانسولين mainly on the carbohydrate metabolism. هل له effects on other molecules؟ Yes، عنده effects ثانية بس هو الميجور فانكشن بتاعته على الكربوهيدرات ميتابوليزم. أكيد البرنسبل في القصة دي هو الشغل على البرنسبل شوجر واللي هو جلوكوز، وأكيد إحنا عارفين إن الأنسولين facilitate carrying to the glucose into muscle, into liver, into adipose and other several tissues. بعض التيرمز اللي اكيد انتوا هتبقوا فاميليار بيها بتستخدم في الكربوهيدرات ميتابوليزم زي الجلايكولاسيس، الجلوكونيوجينيسيس، الجلايكوجينولايسيس،
والجلايكوجينيسيس، واكيد اتعرضتوا لهذه المصطلحات كلها، سواء كان البريكج اوف جلوكوز، الكونفرجن تو نون جلوكوز مولكيولز تو جلوكوز، البروسيس اوف جلايكوجين بريك داون، والبروسيس اوف جلايكوجين فورميشن. اكيد البايندنج اوف انسولين تو ذا ريسبتورز بيليد ان كل ان جلوكوز ترانسبورتر تساعد على دخول الجلوكوز فروم ذا اوتسايد تو ذا انسايد اوف ذا سيل، يعني عمليه التيك اب اوف جلوكوز. واكيد احنا قلنا لما البلاد ليفل اوف انسولين ديكريز، البلاد ليفل اوف انسولين ديكريز، خلاص الانسولين ريسبتور there is no need for insulin receptors، لان الجلوكوز البلاد شوجر ليفل عادي نورمال، فبالتالي الريسبتورز دي كلها سواء كانت الانسولين ريسبتورز ما بيحصلهاش اوكيوبيشن بالانسولين، ما فيش سيجنال جايه لها، فهذه الجلوكوز ترانسبورترز اللي موجوده على البلازما ممبرين بيحصل لها ريسايكل باك انتو ذا سيتوبلازم، ما بتفضلش موجوده على الممبرين. مهم قوي تبقى فاهم ايه؟ بعض التيشوز زي ما قلنا do not require insulin for the efficient uptake of glucose. القاعدة قلنا إيه؟ إن معظم التيشو هي محتاجة ترانسبورتر، محتاجة ترانسبورتر عشان تنقل الجلوكوز من بره لجوه الخلايا، وعشان الترانسبورتر ده يطلع على الميمبرين هي محتاجة انسولين سيجنال عشان تمسك مع الانسولين ريسبتور. لكن هنكتشف ان في اتنين تيشوز مهمين جدا زي البرين والليفر، خلاص they don't require insulin، يعني هما مش محتاجين يبقى في انسولين يباوند مع الريسبتور عشان يسمح بالابتيك اوف جلوكوز، خلاص. واكيد مفهوم هذا الكلام يعني يعني جلوكوز كان انتر ثرو ذا جلوكوز ترانسبورتر freely in the brain and liver and do not need the insulin signal to the bind to the insulin receptor. ومهم قوي ليه الاثنين تيشوز بالذات دول؟ لان البرين اصلا المولكيول اللي بتشغله هي الجلوكوز، عشان كده لما بيحصل لحد شارب ديكريز ان بلاد جلوكوز ليفل اكيد بيحصل كوما بعدها. اوكي، الليفر ليه برضو مش محتاج انسولين سيجنال؟ لان هو المخزن الرئيسي للجلايكوجين، فمحتاج الجلوكوز يخش فريلي ودازنت نيد السيجنال. طيب عمالين نقول جلوت او جلوكوز ترانسبورتر، خلاص بنكتشف هنا ايه او بنعرف هنا ايه؟ الجلوكوز ترانسبورترز دول هو ده البروتين اللي بيبقى على الممبرين في الديفرنت تيشوز، وهو ده اللي بيساعد على الانترنالايزيشن بتاع الجلوكوز، خلاص. وزي ما اتفقنا بعض الفيو تيشوز خلاص الجلوكوز cannot enter cells without these transporters، خلاص. تعالوا نشوف ازاي الجلوت ده يا جماعه. العلماء لغايه دلوقتي اكتشفوا 7 انواع من الترانسبورترز كلهم سموهم جلوت او جلوكوز ترانسبورتر، لكن هل بالضروره ان كلهم بيساعدوا على الانترنالايزيشن اوف جلوكوز؟ لا، مش كلهم بيشتغلوا على الجلوكوز، في بيشتغل على الفراكتوز، في بيشتغل على شوجرز تانية، بس هم كلهم اتسموا جلوت نسبة لأول واحد اكتشف الجلوت. اوكي، يبقى الجلوت عندنا 7 تايبس اوف جلوكوز ترانسبورت. ولو شفنا الرسمة هنا القصة بتبدأ بإنسولين زي ما شايفين بيمسك الريسبتور، بيحصل دايمرايزيشن، خلاص الدايمرايزيشن فبيحاول اكتف، ده بيؤدي ان الجلوت ترانسبورتر هنا في الحالة دي جلوت 4 بيعمل internalization للجلوكوز، ده اللي بيساعد يا اما يحصل جلوكوز يوتيلايزيشن، بيحصل الاكتيفيشن بتاع الانسولين بايندنج ريسبتور، ده بيزود الجين ترانسكريبشن والجين ريجوليشن وكل الكلام ده كله. احنا قلنا ان في 7 انواع من الجلوت ترانسبورتر، قال لك الجلوت 1 2 3 are not affected by insulin. يعني ايه not affected by insulin؟ احنا اتفقنا ان بعض التيشوز including البرين والليفر الانسولين ملوش دور فيهم، لان هم محتاجين دايما ان يبقى فيه حريه لدخول الجلوكوز جوه التيشوز، فدايما الجلوت دولز موجودين على الممبرين وفاتحين السكه للجلوكوز ان يحصل له internalization. جلوت 1 ده بيقدر يعمل ترانسبورتنج للجلوكوز across blood brain barrier، جلوت 2 بيحصل ترانسبورتنج للكيدني في الكيدني سيلز، وجلوت 3 موجود في النيورونز
بنزود تيشو هنا مهم جدا اللي هي النيورونز او تايب اوف سيل اللي هي النيورونز، لان اكيد الخلايا العصبيه محتاجه كونتينوس سبلاي اوف جلوكوز، فبالتالي مش مربوطه بالانسولين، از نوت افكتد انسولين. يعني معناها ان الثلاثه تيشوز دول الكيدني سيلز والنيورون والبلاد برين باريرز مش محتاجين يبقى فيه انسولين في الدم عشان يسمح بدخول الجلوكوز، لا الجلوكوز بيخش لوحده ومش محتاج الافكت اوف انسولين، عشان كده الثلاثه جلود دول نوت افكتد باي انسولين. فبالتالي ان اول ذيس تيشو خلاص ان دخول الجلوكوز للخلايا از انسولين اندبندنت. اوكي؟ اونلي جلوت 4 اللي موجود في الماسلز والاديبوسايتس او خلايا الفاتس بيبقوا انسولين ديبندنت. يبقى احنا بنكتشف ايه دلوقتي؟ ان الانسولين لما يحصل له كيك ان ويشتغل، الجلوكوز بيستعمل جلوت 4، بيستخدم جلوت 4 عشان يدخل الجلوكوز دوت انتو ذا ماسل اند اديبوسايتس. طب ازاي الميكانيزم دي بتحصل؟ تعالوا نشوف. وانس الانسولين بايند مع ريسبتور، خلاص وانس الانسولين بايند مع ريسبتور ده بيعمل اكتيفيشن لايه؟ بيعمل اكتيفيشن للفيسكل موجوده قدامك هنا، ايه اهي الفيسكل اهي، الفيسكل ده بيبقى موجود فيها الجلوت ترانسبورترز، بيحصل لها اكسبريشن على السطح، الجلوت ترانسبورترز دي بتساعد في دخول الجلوكوز. وانس الفانكشن او الانسولين دوره انتهى، فنو انسولين نو اكتيفيشن، هذا الجلوت ترانسبورترز يحصل لها انترنالايزد وتفضل مخزنه جوه الخلايا إلى أن نحتاجها تاني ونطلعها تاني على السطح. تمام؟ يبقى أول حاجة الجلوكوز ترانسبورتر stored within the cell membrane. بعد كده when the insulin interact مع الريسبتور، هذه الفيسكلز move to the outside of the membrane، بت increase the number of glucose transporter في البلازما membrane. When insulin levels drops down، هذه الجلوكوز ترانسبورتر removed from the membrane by العملية المشهورة جدا اللي اسمها endocytosis، عشان يكون لي سمول فيسيكلز جوه. قال لك السمول فيسيكلز دي بيحصل لها فيوجن توجذر تو فورم لارج اندوسوم، وهكذا السايكل دي بتكمل، هذه الاندوسومز بيحصل لها انريتشمنت بالجلوكوز ترانسبورتر وبتبقى ريدي دايما لو حصل الانسولين كيك ان اجين ان هو يحصل لها ري اكسبريشن تاني على السطح. نفس الرسمه تاني هي بنبدا بايه؟ نفس الرسمه بالظبط، بنبدا بواحد عندنا الانسولين بايند تو ذا ريسبتور، اهو الانسولين بايند تو ذا ريسبتور، دي اول خطوه انسولين بايند تو ذا ريسبتور. بعد كده بيحصل ايه؟ الريسبتور ده بيبروموت ريكروتمنت اوف جلوكوز ترانسبورتر، ريكروتمنت الانسولين ده بيعمل ريكروتمنت، بيساعد على بروموت ريكروتمنت للفيسكل اللي فيها جلوكوز ترانسبورتر عشان تطلع على السطح، اهي طلعت على السطح. الخطوه الثالثه ايه؟ هذه الجلوكوز ترانسبورتر بتساعد على دخول الجلوكوز، خلاص لما الانسولين، الخطوه الرابعه ايه؟ لما الانسولين ليفلز ديكريز يبقى معناها نو انسولين ليفلز، يعني نو بايندنج هير، يحصل انترنالايزيشن بعمليه اسمها اندوسوم اندوسايتوزس، بتدخل الجلوكوز ترانسبورتر بتعمل لها نيوتراليزيشن جوه الخليه لان مش محتاجها، والسايكل بتكمل في رابعه الفيسكلز فيوز توجذر وبتعمل لي لارج اندوسوم، وهكذا السايكل كلها. يبقى اصبح تاني بقول ايه؟ الرسمه اللي قدامك هنا ايه؟ بتوضح لك عمليه دخول الجلوكوز للخلايا هي هنا انسولين ديبندنت، لكن احنا اتفقنا ان في ثلاثه تيشوز او ثلاثه تايبس اوف سيل عمليه دخول الجلوكوز جوه الخلايا از اندبندنت. حد فاكرهم الثلاثه تيشو او الثلاثه سيلز؟ حد يقدر يقولهم لي؟ brain, the adipocytes and the liver. تاني الثلاثة سيلز اللي بيخش فيهم جلوكوز انسولين اندبندنت، ايه هما؟ تاني ارجع عيدهم. عيديهم تاني كده. brain, the adipocytes and the liver. طيب تعالي نبص كده للسلايد اللي فاتت. دول الثلاثة are not affected by ايه؟
انسولين، البرين والكيدني سيلز والنيورونز. تمام؟ كيف فهمت الفرق؟ فهمت غلطت. اوكي. Thank you. فعشان كده بنأكد هنا ايه؟ Therefore, in all these tissues, the glucose entry is insulin A independent. طيب. جميل. يبقى احنا هنا في التو فيجرز دول هما تقريبا زي بعض، بيوضح لي عملية الانسولين ديبندنت انتري اوف جلوكوز. خلاص؟ وبالذات ده بيهمنا في الجلوكوز ترانسبورتر أربعة. يبقى اتفقنا ان الجلوكوز ترانسبورتر واحد، هم سبعة اكتشفوهم لغاية دلوقتي. واحد واثنين وثلاثة هم انسولين اندبندنت، يعني وجودهم على الممبرين عمال يدخل جلوكوز، خلاص ملوش دعوة بالانسولين اللي في الدم. جلوت أربعة محتاج انسولين يشتغل زي ما في الرسمة دي. بنكمل على الكربوهيدرات ميتابوليزم. اكيد احنا عارفين المعلومة دي، ان الانسولين بيستيميليت ذا ليفر تو ستور جلوكوز على شكل جلايكوجين. فانت عندك الليفر اهو، خلاص طلوع الجلوكوز من الليفر والماسل بينكريز البلاد جلوكوز. خلاص اكيد البنكرياس هي اللي بتفرز الانسولين، واكيد الانسولين ده بيوقف عمليه اللايبوليسز وبيعلي الجلوكوز ابتيك، خلاص وبيوقف عمليه الجلوكوز برودكشن من الليفر. واكيد اي مشكله في البيتا سيلز بتعمل انهيبيشن للبنكرياتيك فانكشن. يبقى اكيد البلازما ميمبرين، العلماء لقوا ايه؟ كذلك البلازما ميمبرين بتاعت الليفر سيلز هو بيرميبل للجلوكوز، بيرميبل يعني الجلوكوز يخش براحته برضه. بس خلي بالك از افكتد باي انسولين، يعني الانسولين كان انكريز ذا ابتيك اوف جلوكوز ان ذا ليفر. خلاص؟ ازاي؟ باي انهانسنج الجلوكوز فوسفوريليشن اند جلايكوجين فورميشن. خلاص؟ عن طريق الكونسنتريشن جرادين. ودي من حكمه ربنا. لو انتوا فاكرين من زمان قوي كان يقول لك ايه؟ الجلوكوز اول ما بيخش الليفر سيل بيتحول لايه؟ حد عارف؟ اول ما الجلوكوز يخش الليفر سيل بيتحول الى ايه؟ حد فاكر؟ بالذات الناس بتوع البايو كيمستري. الجلوكوز بيتحول ايه اول ما بيخش السيل ليفر سيل؟ طيب بيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. خلاص؟ فدايما الخلايا بتفهم بتاعت الليفر سيل ايه؟ خلي بالك ان جلوكوز وجلوكوز 6 فوسفيت الخلايا بتفهمهم ان هما 2 مولكيول مختلفين. كان زمان بيقول لك ايه؟ ان المولكيولز بتمشي من الهاي كونسنتريشن انتو لو كونسنتريشن. فدخول الجلوكوز انتو ذا سيل وتحويلها الى جلوكوز 6 فوسفيت بتخلي الليفر سيل تفهم دايما ان الهاي كونسنتريشن اوف جلوكوز موجود بره. لو تخيلنا كده ان الجلوكوز دخل وما كانش بيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، كان هيجي وقت على الليفر سيل ان الجلوكوز تركيزه جوه الليفر سيل هيبقى عالي، فبالتالي هيبدا يمشي اجينس، هيطلع بره من الخليه. فتحويل الجلوكوز انتو جلوكوز 6 فوسفيت بيحاول دايما ان الكونسنتريشن جريدينت يبقى ماشي from the outside to the inside. طيب اكيد الانسولين have several effects خلاص in liver، وكلهم stimulate glycogen synthesis، بيعمل activation للجلوكوكينيز، بيعمل inhibit للاكتيفيتي بتاع الجلوكوز 6 فوسفاتيز، ما يجيش يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت ويجي الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز يشتغل عليه. فبالتالي الانسولين مهم جدا يعمل انهيبيشن للجلوكوز 6 6 فوسفاتيز. كذلك بيعمل اكتيفيشن للفوسفوفركتوكينيز، واكيد للانزيم المهم جدا اللي هو انزيم الجلايكوجين سينتيز. وكلهم انزيمز، كل الانزيمز دي ار انفولفد ان ذا بروسيس اوف جلايكوجين فورميشن. يبقى الايفكت اوف انسولين ان ليفر بنقدر نلخصه بايه؟ بي انكريز الجلايكوجينيسيس، بي انكريز الجلايكوليسيس، بي ديكريز الجلوكونيوجينيسيس، بي ديكريز الجلايكوجينولايسيس. والانسولين فاكتورز فاسيليتيتس ايه؟ الانتري جلوكوز اكيد الجلوز انتو ماسلز اديبوس واذر تيشوز. خلاص؟ وزي ما اتفقنا ان الاديبوسايت والماسل سيلز ار امبيرميبل فور جلوكوز. الممبرين اوف اديبوسايتس
and the muscle cells are impermeable for glucose، يعني ما ينفعش الجلوكوز يخشهم براحته، محتاج سيجنال عشان تدخله اللي هو الانسولين طبعا. طيب بنكمل ايه بقى خلال اليوم كله؟ خلال اليوم حضرتك الماسلز بتاعتك بتستخدم فاتي اسيدز، خلاص؟ under resting condition الخلايا دي are dependent on GLUT 4، يعني GLUT 4 هو اللي بيدخل هذا الابتيك، لكن لما يحصل severe exercise هذه GLUT vessels اللي موجوده في الماسلز بيحصل لها moving، نفس الفكره moving into the cell membrane in response to exercise and do not require insulin. يبقى دلوقتي حضرتك لما بتعمل سيفير اكسرسايز ربنا خلينا الماسلز بتاعتنا مش لسه هتعتمد على الانسولين، ده في حالات السيفير اكسرسايز، لكن في الحالات الطبيعيه لا انت محتاج الانسولين، لكن في السيفير اكسرسايز الجلوكوز بيبدا يخش خلاص and do not require insulin، خلاص عشان كده that's why الاكسرسايز can lower blood sugar level. الطبيعي اللي احنا بنقول لما بتعمل رياضه كتير جدا جدا كتير ده بيحرق الجلوكوز اللي موجود في الدم. العلماء قالوا ايه؟ ان التركيز بتاع الشوجر في الدم في الفاستنج بيفور ميل افتر ميل لغايه ساعتين بيفور اكسرسايز ات ذا بيد تايم، طبعا بيحصل فاريشن للكونسنتريشن بتاع البلاد شوجر ليفل بيزد اون انت وضعك ايه في اليوم، كلت ما كلتش، عملت اكسرسايز، نايم، فاستنج، خلاص اوكي. اللي فات ده كله كنا بنتكلم على الكربوهيدرات ميتابوليزم، هنتكلم شويه على تلخيص كده على الليبيد ميتابوليزم. اكيد الانسولين بيبروموت كمان السينثيز اوف فاتي اسيدز ان ذا ليفر، ويمكن معلومه جديده لازم تبقوا عارفينها، احنا كنا دايما بنقول ايه؟ الجلايكوجين يخزن في الليفر، الجلايكوجين يخزن في الليفر. طب الليفر، طب قد ايه من الليفر بيخزن؟ قال لك كل الجلايكوجين اللي بيخزن في الليفر الماكسيمم ستورج كاباسيتي بتاعت الليفر للجلايكوجين يتمثل 5% of the liver mass. 5% of the liver mass يعني ايه حضرتك؟ مش فاهم. يعني عايز تقول لي ان الجلوكوز بيخش جوه الليفر يتحول الى جلايكوجين ويخزن. Once ان الليفر وصلت لل 5% of its liver mass as a glycogen هذه العملية بيحصل لها suppression no more glycogen، خلاص؟ يبقى الجسم اكتفى، المخزن بتاع الليفر ده استكفى، تمام؟ طب الجلوكوز ده يروح فين؟ يا اما بقى يتحرق يا اما ريليز بقى اليورين، خلاص؟ وانس ان هذا الستورج كاباسيتي بتاعت الليفر اللي هي 5% ار ريتش 5% الفاتي اسيد سينثيسيس تيكس بليس، خلاص؟ وبيحصل لهم اكسبورتد فروم ذا ليفر از لايبوبروتين. قلنا تاني بيحصل امتى ايه؟ ده بيحصل امتى؟ لما الليفر ماس 5% of the liver mass are glycogen. Further synthesis of glycogen is suppressed. طب فبالتالي الفاتي اسيد synthesis takes place وبيحصل له exporting from the liver as a lipoprotein. خلاص؟ كذلك كمان عشان ما يضيعش المولكيولز بتاعت الجلوكوز، ما هو خلاص ما الكباسيتي بتاعت الليفر اتملت، بس هو عنده مولكيول مهمه جدا بيطلع منها طاقه، فعشان ما يضيعش الجلوكوز ده بيعمل ايه؟ بيحول هذا الجلوكوز into the formation of fatty acids. خلاص؟ بياخد شورت كات كده وبيعمل ايه؟ another pathway leading to the formation of the fatty acid. يعني من الجلوكوز بيطلع لنا fatty acid، بس ده امتى؟ ده امتى؟ ده امتى؟ لما ال capacity of storage للجلايكوجين للليفر is the maximum which is around 5% of the liver mass. طب اتفقنا ان اللايبوبروتين دي بتخش السيركيليشن اللي طالعه من الليفر، اللي طالعه من الليفر بتخش السيركيليشن وبتروح للاديبوسايتس عشان تستخدم عشان تصنع ترايجلسرايد. يعني احنا وصلنا من الجلوكوز اللي داخل اللي اتحول للايبوبروتين راح للاديبوسايتس وصنع لنا ترايجلسرايد. يبقى اكيد الانسولين ده، اكيد الانسولين بيشتغل ان يعمل انهانسمنت خلاص لللايبوبروتين، لللايبوبروتين لايبيز، خلاص اللي بيعمل اكتيفيشن للترايجلسرايد عشان تقدر الاديبوسايتس دي تستخدم هذا الكلام. الله الله مش فاهم يعني ايه الكلام ده. احنا قلنا ان الجلوكوز ليفل بيبقى عالي في الدم، فمين يشتغل؟ الانسولين.
الانسولين يبدا يشتغل ان هو يدخل الجلايكوجين، يدخل الجلوكوز انتو ذا ليفر انتير الليفر دي بتوصل للماكسيمم كباسيتي بتاعها اللي هي 5%، بس لسه البلاد شوجر ليفل عالي. فالانسولين يعمل ايه؟ ما هو الكباسيتي بتاعت الليفر اتقفلت كلها، يبدا يعمل ايه؟ يخلي الليفر يصنع فاتي اسيدز ويحول هذا الجلوكوز انتو لايبوبروتين، واللايبوبروتين خلاص فاتي اسيدز، وهذا اللايبوبروتين بتروح للدم، بتطلع من الليفر تروح للدم للاديبوسايتس، وبعد كده تستخدم للترايجلسرايد. فعشان كده الانسولين مهم جدا كمان يعمل انهانسمنت للايبوبروتين لايبيز عشان يقدر يكسر من الترايجلسرايد اللي واقدر استخدمها في الاديبوسايتس. المهم يعني تبقى فاهم ان الانسولين كذلك بيعمل انهبيشن للبريك داون اوف فاتس في الاديبوس تيشو عن طريق انهبيتنج للهرمون سنسيتيف لايبيز خلاص اللي بيعمل هيدروليسيس للترايجلسرايد تو ريليز فاتي اسيد. يبقى كذلك الانسولين بيفاسيليتيت الانتري اوف جلوكوز للاديبوسايتس، وده بيصنع ليه؟ وده بيساعد على تصنيع الجليسرول. خلي بالكم ان المين تارجت بتاع الانسولين هو الليفر، لكن هنا في بعض الحالات نتكلم لما الليفر جوت اتس ماكسيمم كاباسيتي اوف ستورج فور جلايكوجين. خلاص؟ اكيد احنا عارفين ان الجليسرول زائد الفاتي اسيد اللي من الليفر ممكن يصنعوا الترايجلسرايد في الاديبوسايت عن طريق اللايبوبروتينز اللي قلنا بيحصل لها اكسبورتنج في الليفر، وبعدين بتروح الاديبوسايتس وكل القصه دي كلها. الرسمه دي بتوضح لنا ايه؟ ان الجلوكوز في الاديبوس سيل بتخش تحول الجلوكوز 6 فوسفيت، ومنها الواي تتحول لفاتي اسيد ترايجلسرايد، وكل القصه الجميله اللي احنا بنقولها. لو بصينا للرسمة ديت هنلاقي انت بتاكل، حضرتك دخل جلوكوز، الجلوكوز اتسحب على الدم، قلنا على طول بيروح على الليفر عن طريق البورتال فين. في وجود الانسولين الجلوكوز عنده طريقة للحرق ان هو يتحول لاستايل كو انزيم ايه ترايجلسرايد في ال دي ال، نوع من انواع البروتينز اكسبورتد انتو ذا بلاد، ترانسفورمد برضه باي ذا اكتيفيشن اوف انسولين is transported to the adipose tissue، يتحول لفاتي اسيد وبعدين ترايجلسرايد. ده كمان بيجي له انبوت عن طريق الاكتيفيشن اوف انسولين من الفاتس اصلا اللي حضرتك بتاكله مع الاكل على شكل كايلومايكرونز، وده بيساعد في الادينج للفاتي اسيدز. تمام يا شباب، في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب لو جينا بصينا الانسولين بيشتغل ازاي ميكانيزم اكتر، الانسولين باينس تو ذا انسولين ريسبتور، بيأكتيفيت بروتين اسمه انسولين ريسبتور سبستريت اللي بيأكتيفيت البي اي 3 كاينيز باثوي اللي بيأكتيفيت الاي كي تي. طب الاي كي تي ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للفوكسو 1، والفوكسو 1 ده ترانسكريبشن فاكتور خلاص اللي بيعمل اكتيفيشن للجلوكوز 6 فوسفي جي سي فوسفاتيز، وبيعمل اكتيفيشن لبروتين تاني اسمه ام تي بي. هذا اكيد الجلوكوز 6 فوسفيت بيساعد الفوسفاتيز انزيم، بيساعد على الجلوكوز برودكشن وبيساعد على الهايبر جلايسيميا. خلاص يبقى الانسولين لما بيأكتيفيت الاي كي تي بي كي بي بيعمل انهيبيشن للفوكسو اللي الفوكسو اصلا بيعمل هايبر جلايسيمي. يبقى لما بيحصل له انهيبيشن بالانسولين ما بيبقاش فيه هايبر جلايسيمي. اوكي، كذلك ما يبقاش فيه هايبر ترايجليسيريمي. تمام، وده الفانكشن بتاعت الانسولين. اوكي، خلي بالك الجلوكوز do not depend on GLUT4 entry into the liver. يعني هو الجلوكوز مش بيعتمد على GLUT4 عشان يخش الليفر، واتفقنا ان الانسولين had no effect on glucose uptake by brain. ليه؟ لان البرين uses glucose as its main energy source، فمهم جدا ان لازم الجلوكوز ليفل في البرين يبقى دايما ثابت عند ليفل معين خلاص، واي ديكريز في الليفلز دي خلاص بيبقى كريتيكال جدا للبرين. خلاص
خلاص. فبنتفق ان البرين يعتبر بيرميبل تو جلوكوز خلاص، وممكن ياخد الجلوكوز ايفن ان ذا ابسنس اوف انسولين ويزاوت ذا افكت اوف انسولين. فاكيد لما البلاد جلوكوز ليفل فول، لما توصل لاقل من 20 ل 25 مللي جرام بير مللي لتر بير 100 مللي لتر بلاد، بيبدا حاجه اسمها هايبوجلايسيميك تشوك خلاص، نيرفس irritability، وممكن تؤدي الى فينتينج سيجر اور كوما خلاص. طيب الانسولين الفانكشن بتاعته انتهت، فلازم يحصل له ديجراديشن، لان وجوده في الدم هيبقى خطر، لان هيحرق كل الجلوكوز اللي موجود او هيسحب كل الجلوكوز اللي في الدم خلاص. فالجلوكوز ليفلز لما بتقل زي في عمليه الفاستنج واحنا صايمين، البالانس بيحصل ايه؟ بروتين ديجراديشن للانسولين. الهاف لايف بتاع الانسولين بيوصل لخمس دقائق في الهيومنز خلاص، within the liver and the kidney خلاص، يبقى بيحصل له degradation within the liver and the kidney الانسولين. واكيد الديجراديشن بتاع الانسولين بيحصل عمليه اندوسايتوزس، يعني اول حاجه عشان اضمن ان الانسولين يبقى الايفكت بتاعه انتهى، الانسولين ريسبتور نفسه اللي بيستقبل الانسولين بيحصل له اندوسايتوزس، يعني بعمل نيوتراليزيشن للريسبتور، ببعده عن السطح خلاص، وبكسر الانسولين ريسبتور ده باي انسولين ديجريدنج انزيمز. لكن الميجور انزيم فور انسولين ديجريديشن هو انزيم اسمه جلوتاثيون انسولين ديهيدروجينيز، وده بيكسر الدايسلفايد بونز اللي بتربط ما بين تشين اي وتشين بي اللي احنا قلناهم في اول محاضره. وبعد كده تشين اي وتشين بي ار ديجريتد باي ذا بروتييز خاص جدا للانسولين اسمه انسيلونيز. اوكي، ده اللي بيكسر تشين اي تشين بي. يعني عمليه الديجريديشن بتاع الانسولين تو ستيبس، اول ستيب الجلوتاثيون انسيولين دي هيدروجينيز بيكسر الاثنين دايسلفايد بوند، وبعدين بيجي الانسيلونيز يكسر تشين اي وتشين بي. الرسمه دي مش هاخد فيها، بتلخص كل الكلام اللي احنا قلناه خلاص، العمليه كلها بتلخص وازاي بتحول هذا الكلام. اوكي، كل العمليات، وطبعا السهم الازرق ده معناه انجريز، والسهم الاحمر ده معناها ديكريز. طيب يمكن لو بصينا هنا الجلوكوز اهو، الانسولين بيساعد على دخول الجلوكوز، فالجلوكوز عنده ثلاث سكك، يا اما بيعمل جلايكوجين سينثيز، يا اما بيخش في جلوكوز واحد فوسفيز ويخش في الجلايكولوسيز، يا اما بيروح لعمليه الجلوكونيوجينيسيس اللي بيتحول منه بروتين، اللي البروتين برضه بتزيد عن طريق دخول الامينو اسيدز. كل القصه دي شرحناها في الجزء اللي فات. طيب كسامري، يبقى الايفكت اوف انسولين على الكربوهيدرات ميتابوليزم بي انكريز الجلوكوز ترانسبورت بلازما ميمبرين، انكريز الجلايكولوسيس باي انزيم هيكسوكاينيز وفوسفوكروكتوكاينيز فوسفوفروكتوكاينيز، بي انكريز الجلايكوجين سينثيسيس وبيقلل اكيد الجلايكوجين بريك داون. طب التاثير على الليبيد ميتابوليزم، بيقلل اللايبوليسيس ده الاديبوز تيشو، فبالتالي بيقلل من البلازما فاتي اسيدز ليفل، بيعلي الفاتي اسيدز والتراي اسايد جليسرول سينثيز ان تيشو، بيعلي الابتيك اوف تراي جليسرايدز فروم ذا بلاد انتو اديبوز تيشو اند ماسلز، وكذلك بيقلل من الفاتي اسيد اوكسيديشن في الماسل اند ليفر. طب تاثيره على البروتين ميتابوليزم، اكيد بيعلي الترانسبورت لبعض الامينو اسيدز انتو تيشو، اكيد بيعلي البروتين سينثيسز في المصل والاديبوس تيشو والليفر والاذر تيشو، واكيد بيقلل من البروتين ديجريديشن في المسلز خلاص، وفي بعض التيشوز الاخرى. طيب سامعيني يا شباب كده؟ اوكي. طيب لو جينا بصينا، انا عندي البلود فيسل ده البلود ستريم، بيبدا البنكرياس عن طريق البيتا سيلز يفرز الانسولين، وكذلك هنعرف في المحاضره اللي بعد كده عن طريق الالفا سيلز بيفرز الجلوكاجون، الاثنين لهم تاثير على البلود شوجر ليفل. خلاص، اول حاجه الجلوكوز ده اكيد بيتاخد، الجلوكوز دي برضو سامري سلايد، اكيد الجلوكوز
بيتحول الجلايكوجين في عمليه الليفر، ودي اسامي العمليات العكسيه سواء كان جلايكوجينيسيس او جلايكوجينولايسيس، عن طريق التاثير بتاع الانسولين. بيحصل الترشن برضو في عمليه الجلوكونيوجينيسيس اللي بتؤدي في النهايه للترايجلسرايد، ده لو ليها علاقه بالليفر. لو بصينا في الاديبوس تيشو كمان الانسولين بيبروموت عمليه الفاتي اسيد تو بي انترنالايزد انتو ذا اديبوس تيشو، وعمليه اللايبوجينيسيس اند لايبوليسيس از ويل كنترولد باي انسولين. انسولين انهانس عمليه اللايبوجينيسيس اند انهبيت عمليه اللايبوليسيس. كذلك له افكت على المسلز ان هو الانسولين بيبروموت الانترنالايزيشن اوف امينو اسيدز انتو ذا مسلز، بيبروموت الانترنالايزيشن اوف جلوكوز انتو ذا مسلز. اتفقنا ان الاسهم الزرقاء يعني اكتيفيشن، الاسهم الحمراء يعني انهبيشن. كذلك بيقلل عمليه البروتيولوسيس، كذلك بيزود عمليه البروتين سينثيس، وكلها ليها علاقه بتكوين البروتينز في المسلز. لو جينا لخصنا الاكشن اوف انسولين اون ذا مسل، اكيد بتعلي الجلوكوز ابتيك، اكيد بتعلي الجلايكوليسيس عشان عمليه الحرق، اكيد بتعلي الجلايكوجينيسيس، اكيد بتعلي الامينو اسيد ابتيك، اكيد بتعلي البروتين سينثيسيس، لكن بتقلل الجلايكوجينولايسيس. اوكي، ده الايفكت اوف انسولين اون ذا ليفر اون ذا ماسل سيل. طيب السلايد دي برضو مش هناخد فيها كتير، لان دي سلايد سامري برضو بتلخص لي كل الفانكشن الفانكشنز بتاعت الانسولين لحد كبير. بنقسم السلايد كده الى جزئين، الجزء ده الاكتيفيشن بتاع الانسولين بيؤدي الى ايه، والجزء ده الانهبيشن الانسولين بيؤدي الانهبيشن لايه. خلاص، تلخيص لكل الكلام اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت، يبقى الجزء ده من السلايد اللي على اليمين كل الانسولين بروموتس، بروموت جلايكوليسيس، بروموت جلايكوجينيسيس، بروموت بروتين سينثيس. والجزء اللي على الشمال هو الانهبيشن، بينهبت اللايبوليسيس، بينهبت البروتيولوسيس، بينهبت الجلوكوجينيسيس. اوكي، طيب ايه الفاكتورز اللي بتكنترول الانسولين سيكريشنز؟ كلها فاكتورز احنا اتكلمنا على معظمها. عندك فاكتور ستيميوليت انسولين ريليز وفاكتور انهبيتر انسولين ريليز. اهم فاكتور طبعا هي كميه البلاد، هي الليفل بتاع البلاد جلوكوز. لو البلاد جلوكوز لو، ديكريز البلاد جلوكوز ليفل، ده بينهبت عمليه الفاستنج، بتنهبت السكريشن في الصوماتوستاتين او الادرينالين او الليبتين، بيعمل انهبيتنج للانسولين ريليز. اما الجي اي تي هرمونز كلهم انكلودنج الجاسترين السكرتين بيعلي من الانسولين ريليز، كذلك الباراسمباثيتك ستيميليشن بيعلي الاستايل كولين، بعض انواع الدراجز اللي هنتكلم عليها كمان شويه اللي هي سلفونيول سلف سلفونو سلفونويل يوريا دراجز بتعلي من الانسولين ريليز. طب ايه الافكت اوف انسولين ديفيشنسي؟ اكيد هايبر جلايسيميا، اكيد جلايكوسوريا اللي هي ظهور جلوكوز في اليورين، اكيد البوليوريا ان اكسسيف يورينيشن بيوصل ل 2.5 لتر في اليوم، وده كتير. البوليديبسيا العطش الشديد، البوليفاجيا الاكل مفجوع عايز ياكل كتير، اكيد الويت لوس، وانكريز اكيد ان دي بلازما كوليسترول اند فوسفوليبيد كونسنتريشن. طيب الحالات المرضيه هي ايه؟ هي دايابيتس ميليتس، مرض السكر اشهر حاجه، وطبعا تايب 1 اللي هو المرض الاولاني. تايب 1 ده يعتبر نوع من انواع الاوتو اميون ديزيز، لسبب ما لفاكتور ما الجسم بيبدا يهاجم خلايا البنكرياس، وده مش معروف السبب الرئيسي بتاعه، لكن الاوتو اميونز عموما بيبقى ليه علاقه بالجينيتك باك جراوند وليه علاقه بالانفيرمنتال فاكتور. الصفات بتاعت طبعا الصفات بتاعت المرض سواء ده او ده ممكن تكون متشابهه، الكاركترستكس بتاعت تايب 1 او تايب 2، بس الاختلاف الجوهري في تايب 1 ان هو يوجوالي ان جوفونايلز، بيبدا يظهر في الاطفال اوكيجنالي في الادلتس. خلاص، هذا النوع من المرض تقريبا الانسولين مش موجود خالص، لان الخلايا حصل لها ديستراكشن، تم مهاجمتها من الانتي بوديز بتاعت الجسم، واكيد البلازما جلوكون ليفل دايما بيبقى عالي، لان الجلوكاجون الاكشن بتاعه هو عكس الانسولين. اوكي، اكيد الايتيولوجي بتاعته ده نتيجه لايه؟ لان البانكرياتيك بيتا سيلز عشان هي تم مهاجمتها وكل الكلام ده كله، فبتبقى ان ريسبونسبل تو انسولين ستيمولاي، وما بتفرزش انسولين، دامج بيتا سيلز، وده نتيجه للاوتو اميون ريسبونس،
واكيد ده له افكت زي ما قلنا، يا اما انفايرمنتال يا اما جيناتيك ديفكت. لكن جنرالي ذا مين كوز اوف اوتو اميون ديزيز، جنرالي سبيسيفيك كوز، مش معروف لغايه دلوقتي. السيمبتومز اكيد العطش الشديد، يورينيشن، كونستانت هانجر، ويت لوس، بيد ويتنج في التشيلدرن، ان المرض ده مرتبط بالجوفونايلز، الفيجن بتبقى بلورد، اكستريم فاتيج، طبعا مود تشينجز وايريتابيليتي. طب العلاج بتاعه بيبقى ازاي؟ ده العلاج بقى بتاع انواع المرض ده، وللاسف ده زي ما قلنا بيظهر في الاطفال الصغيرين. فالعلاج معتمد على ايه؟ معتمد على قد ايه المرض ده سيفير، وانت محتاج انتنسيتي اوف اكشن للدواء ده ازاي. فانت في بعض انواع الزنك انسولين، ده طبعا بيصنع من شركات الادويه، ده فاست اكتنج، يعني ده بي 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 يعني بيأثر بسرعه جدا على البلود شوجر ليفل. عندك الانترميديت اكتنج زي الانسولين سسبنشن، ايزوفين انسولين سسبنشن، وده عندك لونج اكتنج بتاخد دوز واحده مثلا بتقعد فتره طويله زي الهاج دورن انسولين زنك بروتامين كومبلكس. فالثلاث انواع، عشان كده واحد يروح مثلا لو حد لا قدر الله عنده سكر تايب 1 تلاقي الدكتور بيكتب له نوع علاج معين، واحد تاني عنده تايب 1 دايابيتس برضه بيكتب له نوع تاني. ده معتمد على ايه؟ الفاست اكتنج، انترميديت اكتنج، او اللونج اكتنج اكشن. خلاص، في بعض الحالات ان هم في ناس بتعمل بامب كده، عشان البامب دي بتبقى متصله بالجسم زي ما انتم شايفين سواء في الرسمتين اللي قدامنا دول، وده بيقيس كميه البلاد شوجر ليفل اللي في الدم، ويبدا يحقن الجسم بكميات الانسولين اللازمه، علشان لان اصبح ان زي ما قلنا ان تايب 1 دايابيتس دوت ماليتس بيبقى اكشلي يعني ما فيش انسولين خالص. خلاص، فبيبدا يحقن الشخص اوتوماتيك حسب الليفل بتاع البلاد شوجر ليفل في دمه، بيحقنه بالدوزز اوف انسولين اوتوماتيك. اكيد اي ميتابوليك تشينج في تايب 1 دايابيتس ده بيؤدي لهايبر جلايسيميا وكيتو اسيدوزس. خلاص، واكيد الهايبر جلايسيميا كوزد باي عشان الهيباتيك برودكشن اوف جلوكوز. خلاص، فالجلوكوز بيطلع كتير من الليفر واوريدي في الدم، ما بيحصلوش يوتيلايزيشن، هو ده اللي اسمه بريفرال يوتيلايزيشن، لا الدم بيتحرق ولا الجلوكوز بيخزن في العضلات ولا في الماسلز، ولا في الليفر، ولا بيروح لاديبوز. فعموما في الهيلثي انديفيديوال زي ما انتم شايفين البنكرياس بيطلع انسولين، خلاص اللي هو لونه اخضر ده مثلا، خلاص فالانسولين يساعد ان الجلوكوز يخش جوه الخلايا. لكن عندنا في الدايابيتيك زي ما انتم شايفين كميه الانسولين بتقل جدا، اوكي، فكميه الجلوكوز اللي بيبقى في الدم بيبقى اكتر، فبالتالي الانسولين موفز ليس تو دي سيلز. خلاص، في الدايابيتيك كيتوزز ودي حاله ادفانسد، خلاص الانسولين بيتحول الى الكيتون بوديز، او بتظهر الكيتون بوديز او الكيتو اسيدز. خلاص، وده نتيجه لايه؟ ان الريزلت فروم ذا انكريز ذا موبيلايزيشن اوف فاتي اسيدز، عشان بتطلع كتير من الاديبوس تيشو. خلاص، وعندي اكسلريتد سينثيسيس اوف كيتون بوديز اللي هي الاسيتون بوديز. كذلك مهم قوي تبقى فاهم ايه؟ ان اللايبوبروتين ديجراديشن ده اكيد كاتالايزد باي لايبوبروتين لايبيز ان اديبوس تيشو. خلاص، وانت لازم تبقى فاهم معلومه لسه قايلينها من شويه، ان الانسولين اكتيفيتس اللايبوبروتين لايبيز، فبالتالي في عدم وجود في عدم وجود الانسولين فالليفلز بتاعت اللايبوبروتين لايبيز هتبقى لو. خلاص، فبالتالي البلازما كايلومايكرون ان في ال دي ال ويل بي اليفيتد، واكيد ده بيخلي زياده في الهايبر ترايجلايسيميا. لو جينا بصينا على تايب 2 الاعراض الى حد ما كسيمتومز لا تختلف كتير، برضو انكريز ثراست، يورينيشن، بلورد فيجن، زياده بيبقى فيه هيدك، هانجر، اكستريم فاتيج، ويت لوس، وكذلك دراي ماوس. الكاركترستيك بتاعته ده بيبقى مايلدر شويه، يعني بيبقى اخف وطأة من تايب 1، موجود يوجوالي ان ادلتس، اوكيجنالي ان جوفينايلز اور تشيلدرن. خلاص، وده هيتروجينس جروب، يعني مش كل الاشخاص شبه بعضها لان كميه الانسولين ليفلز فيهم مختلفين، وده بيبقى سب نورمال ليفلز اوف انسولين. وبعض من اهم الايتيولوجي بتاعته ان التيشو بيبقى انسنسيتيف تو انسولين، يعني موجود انسولين في الدم لكن ممكن تبقى المشكله في الريسبتور بتاع الانسولين. خلاص، كذلك البنكرياتيك بيتا سيلز از نون ريسبونسبل،
خلاص، وهذا الهايبر جلايسيميا بيأثر على البيتا سيل ريسبونس. طبعا ليه بيحصل التايب 2 دايابيتس كمان؟ عشان في ديفكتيف انسولين سكريشن، يعني الانسولين مش بيطلع بكميه كافيه خلاص، او في انسولين ريسيستنس، او في ريديوست انسولين سنسيتيفيتي زي ما قلنا من احد امثلتها، ان يبقى الريسبتور في مشكله، في ميوتيشن ان unresponsible تو ذا انسولين. اكيد هذه اللي في الايرلي ستيجز this can lead to hyperinsulinemia خلاص، والسيفير كومبليكيشن خلاص لو ما حدش خد باله ان عنده تايب 2 دايابيتس ممكن يؤدي لرينال فيلير، فاسكولار ديزيز زي الكورونري هارت ديزيز، وفيجن دامج. ليه الكلام ده بيحصل؟ خلي بالك لو واحد عنده سكر تايب 2 بالذات خلاص وما خدش باله منه، السكر لما بيعلى في الدم ايه اللي بيحصل؟ الفيسكوستي بتاعت الدم بتعلى، فالدم بيبقى تقيل جدا. فأهم أورجن بيتضرب من الموضوع ده هو الكيدني، عشان كده الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الدايابيتس مرض السكري وما بيحصلش كنترول ليها، على طول الكيدني بتضرب، الكيدني بتبوظ، لأن الكيدني معتمدة على البريشر اللي جاي لها من القلب. لما السكر يعلى في الدم، السكر بنقولها باللغة العامية كده بيتقل، الفيسكوستي بتاعته بتتقل، فده بيأثر على البريشر اللي رايح للكيدني، والكيدني بتشتغل أصلا بالبريشر بتاع الدم، فبالتالي البريشر بيقل نتيجه للفيسكوستي عالي جدا بتاع الدم، فبيحصل رينال فيلير. وكمان الدم لما بيبقى الفيسكوستي بتاعته عاليه نتيجه للجلوكوز والدم بيتقل، ده بيعرض ان يحصل اللوت اوف بلاد كلوتس. مين اول حاجه بتتاثر فيها؟ الكورونري ارتري اللي هي الشرايين التاجيه اللي موجوده على القلب، واكيد العين برضو، لان في اوعيه دمويه في العين، البلاد بريشر لما بيوطى وكله بيتقل فبيأثر على الفيجن. طيب التريتمنت لهذا التايب 2 طبعا اكيد اول حاجه كنترول دايت، اكيد انسولين تريتمنت، اكيد باخد هايبوجلايسيميك ايجنتس باخدها في الدايت، لو انا باخدها يوزد، لو انا مش قادر اتحكم في الدايت مع الانسولين عشان اقلل الدوز بتاع الانسولين، بعض انواع الدراجز زي السالفونيوريز ده الفيرست جنريشن، وده بيشتغل على سيموليت الانسولين ريليز من البيتا سيلز، لكن بعض عنده بعض الادفيرس افكت ان ممكن ياثر على يعمل كارديو فاسكولار ديزيز وممكن يوصل لهايبوجلايسيميا. النوع الثاني من الدراجز هو نفس الدراجز بس السكند جنريشن حسنوا منه احسن، اللي هو الجيل الثاني من الدراجز، ده بيعمل برضه سيموليت للبيتا سيلز بس بيساعد على ريليز للجلوكاجون والسوماتوستاتين اللي هم بيعملوا ريجوليشن للكميه الجلوكوز، اكيد بينهبت الهيباتيك جلوكوجينيسيس وبينهانس الانسولين ريسبتور سنسيتيفيتي، وده قلنا من احد المشاكل اللي بيحصل ان ريسبونسبل تو انسولين، ان الانسولين ريسبتور بيبقى سنسيتيفيتي بتاعته قليل. هنلاقي ان الادفيرس افكتس بتاعته ليس كومن ذان الفيرست جينيريشن. طبعا لو محتاجين تستزيدوا من المعلومات هتلاقوا في البي دي اف بتاعت الهاند اوتس بتاعت الليكتشرز دي بعض الفيديوز بتشرح لكم الاكشن وميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين، فمندوس على اللينك ده من روح لها. اوكي، ودي كانت تبقى نهايه المحاضره بتاعت الانسولين النهارده، ولو حد محتاج اي سؤال يتفضل يا شباب.